وين بتروح لما بدكش حدا يعرف وينك؟ وين بروح؟ على البحر صراحة. بروح على البحر. اختار الفنان أيمن صفية في رقصته الأخيرة أن يراقص أمواج البحر ليلفظه إلى شاطئ قرية كفرلام الفلسطينية المهجرة، ولنتذكر نحن أن همنا واحد وأن شبابنا هم ثورة مجتمعنا، فلنحافظ عليهم أنقياء يشبهون صفاء الأيمن الذي حارب المألوف وجاب الدنيا رقصا على أقدامه ليقدم لنا رقصات ملؤها الشغف والطموح، رقصات لن تنسى وستبقى حية مثله تماما في أذهاننا وأذهان الأجيال القادمة. وعلى إثر هذه الصاعقة التي هزت كيان أصدقائه ومعارفه وحتى الذين لم يعرفوه من قبل، ازدحمت منصات التواصل الاجتماعي بنصوص الرثاء والوداع للشخصية المميزة في فنه ورسالته. الإعلامية إيمان حداد اختارت أن ترثيه عبر صفحتها على إنستغرام بصورة لأيمن صفية وهو يؤدي إحدى رقصاته، وكتبت: ستبقى رمزا للحياة والرقص والحركة بكل جمالها وشغفها، رقصت لنفسك أولا وهكذا عشت حياتك، وهذا أجمل ما فيك، لروحك السلام، لابد أنك ترقص مع الملائكة الآن مع هاشتاغ أيمن صفية. أما الفنانة أمل مرقص فاختار صورا من مسرحية من تصميم رابعة مرقص على مسرح الميدان في حيفا، جمعتها بالفنان أيمن صفية. كتبت: مع أيمن السيرة والمسيرة وأغنية أنا لست مسافر والأرض الحبيبة. ونختتم حلقتنا مع آخر فيديو شاركه الفنان أيمن صفية على صفحته الشخصية تحت وسم Keep Moving الذي استعمله أصدقاء الفنان خلال أيام البحث عنه. لنتابع. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك وتويتر. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.